مساء الفل. انا اسف ان انا قطعت عليكم الكادر وانتوا بتتفرجوا على التحفه الفنيه دي من اودي A5 سبورت باك 2021 واديشن الاس لاين تحديدا. اهلا بكم في ريفيو جديد من مجله عالم السيارات، معاكم عمر عبد المقصود. فاصل صغير ونرجع نكمل. على قصة كده ظريفة وملهمة وبتعجب ناس كتير من الغلابة اللي زي اللي هم كان نفسهم يجيبوا أودي بس مش طايلين دول. أودي كان ليها عربية رياضية كانت بتشارك في سباقات الراليات اسمها أودي كواترو، كانت عربية عنيفة جدا، دفع رباعي وموتور جبار جدا. وبعدين فجأة كده أودي قررت ان هي تعمل نسخة مدنية او نسخة تجارية بتاعت استخدام يومي، يعني بتتركب كل يوم من الأودي كواترو دي. ففي 2006 صدر اول اصدار للأودي A5 المستوحاة من الأودي كواترو. 2006 ل 2017 استمر معانا الجيل الاول من اودي A5 بسلطات البابا غنوجو، كان في منها دفع امامي وكان في منها دفع كلي، كان في منها موتور 2000 وموتور 2500 سي سي، وكان يعني كان في منها تنوع، حتى كان في منها هاتشباك ومنها كوبي. فالاودي A5 اصلا في جيلها الاول كانت متنوعه بشكل كبير جدا عشان تخاطب كافه الفئات المختلفه. بعد كده في 2017 بدا الجيل الثاني او بدا اصدار الجيل الثاني لحد 2021 اللي معانا النهارده بتحديثاته الجديده. طبعا الاصدار اللي قدامنا دلوقتي هو الاس لاين بتحديثات مختلفه تماما عن الاصدار بتاع السنه اللي فاتت، والنهارده بقى هنتكلم على اهم التعديلات او التحديثات اللي حصلت في الاديشن اللي قدامنا دلوقتي. العربيه زي ما قلت بتنزل عندنا في السوق المصري او متاحه دلوقتي في السوق المصري باديشن الاس لاين، في قبله اصدار وفي بعده كمان اصدارين اللي هو الار اس والاس، لكن احنا اللي عندنا الاس لاين بتجهيزاته الرياضيه الظريفه. هنلاحظ علامه الاس لاين الموجوده هنا، وفي تغييرات طبعا حصلت في مقدمه العربيه خلونا نبتدي بيها. اول نقطه مهم جدا الفت النظر ليها هو فتحات التهويه الموجوده هنا اسفل الكبوت واعلى الشبكه الاماميه، في فتحات تهويه صغيره هنا ودي مستوحاه من الاودي كواترو اللي انا كلمتكم عليها، كان فيها فتحات تهويه ضخمه جدا في المنطقه دي، بس طبعا هم مع التعديلات والتحسينات في الشكل غيروا شكل الفتحات لكن حافظوا على تواجدها. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ الشبكه الاماميه اللي حجمها بقى اكبر واخده لون الجلاسي بلاك، هو مش بلاك الصراحه، هو لون رصاصي شويه بس لامع وشكله شيك جدا، وحجمها كمان بقى اكبر فتحس ان هي بقت اجريسيف اكتر عن الاول. وهنلاحظ كمان الفريم الكروم الموجود هنا كروم لامع وشكله مميز جدا، الاكسدام الامامي بيجي بنفس لون العربيه، حتى الديفيوزر كمان بيبقى فيه فتحات تهويه موجوده هنا ومكمل معانا لتصفيح الموتور بالكامل من الاسفل، وطبعا فيه فتحات تهويه حقيقيه. اما على جنبين الاكسدام الامامي فهنلاحظ هنا اماكن للفوج لايت، لكن هي الحقيقه فيك مش حقيقيه، مفيش فوج لايت في العربيه وهقول لكم ليه دلوقتي. وعندنا كمان هنا فتحات تهويه فيك مش حقيقيه، ومثبت كمان السنسورز الاماميه مع حليه حوالين الفوج لايت الفيك الموجوده هنا من الكروم المطفي او اللون الفضي المطفي شويه. طيب ليه ما عنديش فوج لايت؟ هقول لكم ليه، لانه من ضمن التحسينات او التعديلات اللي حصلت في الاصدار الموجود معانا النهارده هو منظومه الاضاءه الاماميه اللي بتيجي ال اي دي ماتريكس بالكامل. انفصل العدسات الاماميه، فالعدسات الاماميه بقت اضاءه وبقت كمان فيها الفوج لايت جوه الفانوس، فانت مش محتاج فوج لايت لتحت، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاضاءه النهاريه بقت منفصله، بقت رمش فوق كده لوحده اللي هي موجوده هنا دي، وبقت بتشتغل كمان بتقوم بدور الاشارات الجانبيه اللي هي بقت مقطعه وبتبقى انيميتد، يعني فيها تقطيعه وفيها انيميتد او بتتحرك بشكل لطيف جدا جوه الفانوس، فبتدي منظر رياضي اكتر للعربيه. تعالوا نروح على الجنب ونشوف ايه اللي حصل تغييرات فيه. اول حاجه هتلفت نظرنا هو الجنط. الجنط بقى 18 انش وحافظت اودي على النقطه دي، ما حبتش تجيب الجنط 19 علشان يبقى متناسب اكتر مع الطرق المصريه، جنط 18 بيبقى اظرف. البروفايل بتاعه 245/40 وطبعا شكله رياضي ومختلف، بيجي 5 سبوكس زي ما احنا شايفين وشكله ظريف جدا. تاني لقطه هنلاحظها هو خط الكتف الحاد والمميز والمختلف والصريح والواضح، اللي هو ما بيجي انا جاي اهزر مش جاي اهزر معاكم، يعني خط كتف حاد وبارز وجاي بيقول يا جماعه انا بدي معامل احتكاك هواء للعربيه ما حصلش قبل كده. فالحقيقه منظر الخط الكتف رياضي جدا وبيعبر بشكل كبير جدا عن رياضيه العربيه، بالاضافه طبعا للقايم الموجود هنا اللي بينزل معانا نازل بقطشة كده، فبيدي منظر سبورتي اكتر للعربيه، تحس ان هي هاتش باك وشكلها مميز ومختلف. طيب ايه تاني كمان موجود في العربيه في التغييرات اللي حصلت؟ هنلاحظ كمان الابواب، دخول الابواب
اربع ابواب، مش بس البابين اللي قدام، الاربع ابواب الدخول من خلال البصمه معاك المفتاح، تقدر تدخل اي باب مفيش اي مشكله. من الحاجات اللطيفه كمان ان الازاز بتاع الابواب الاربعه بيجي فريمليس زي ما احنا شايفين، الازاز نفسه كمان معالج ضد دخول الصوت والحراره، فدي حاجه لطيفه جدا. الازاز قوي وبيستحمل وبيمنع دخول الحراره والصوت، وللابواب الاربعه مش بس الابواب الاماميه زي ما احنا شايفين، فبيدي منظر كمان رياضي جدا للعربيه. طبعا في فريم من الكروم موجود حوالين الازاز كله، والازاز الخلفي بيجي فميه زي ما احنا شايفين. المرايات الجانبيه بتيجي قابله للضم والتعديل والتسخين، وفيها ذاكره اربع حاجات، وطبعا بالاضافه للحاجه الخامسه اللي هي الاشارات ال LED، كل ده بيجي اوتوماتيكي وكهربائي من جوه العربيه او مع فتح وقفل العربيه. طبعا المرايات لما بتقفل، يعني بتقفل مع قفل العربيه، ولو فتحتها بتفتح لما بتركب العربيه وتدوس كونتاكت، يعني مش بتفتح مع فتحه الريموت، بتفتح مع دوسه الكونتاكت بتاع العربيه. ده كده بالنسبه لمقدمه العربيه وجنب العربيه. طبعا مهم جدا اقول لكم انه في الاس لاين في عندنا فتحه سقف موجوده بتيجي باللون الاسود في جميع اصداراتها او جميع الوانها بتيجي باللون الاسود. هنتكلم على فتحه السقف كمان لما ندخل جوه العربيه مع الانتنة الشارك فان الموجوده هنا. تعالوا بقى نتكلم على ظهر العربيه ونشوف ايه التغييرات اللي حصلت فيه. طيب ظهر العربيه كمان من الحاجات المميزه جدا في تصميمها، هي اصلا العربيه اسمها اودي اي 5 سبورت باك، يعني الظهر رياضي جدا. واول لمسه رياضيه هنلاحظها في ظهر العربيه هو الاضاءه التحذيريه بتاعه الفرامل الموجوده هنا في نهايه السقف، في نقطه التقاء نهايه السقف مع الازاز الخلفي، في الحته دي مختفيه كده وشكلها ظريف جدا وخبيثه كده، تحسها يعني بتنور بس ساعه الفرامل فهتبان معاك، غير كده مش هتبقى باينه، فمنظرها رياضي جدا ولطيف. حتى كمان اللمسه رياضيه باينه في الازاز، حجم الازاز مع لونه الفميه مع شكله المميز والمختلف. الازاز الخلفي بيجي طبعا فيه حساسات او سخانات للشبوره والضباب. الباب بتاع الشنطه تحس حجمه صغير، لكن هو في الحقيقه مش صغير خالص، هنشوف دلوقتي. باب الشنطه نفسه فيه جزء بارز كده مدي او بيشتغل بشغل السبويلر، بيعمل عمل السبويلر في الحته دي، تحسه انتجريتد سبويلر، لكن هو مفيش سبويلر في العربيه، هي العربيه اصلا التصميم بتاعها بيدي ايروديناميك عظيم جدا على السرعات العاليه. نلاحظ كمان علامه الاودي في تحت منها كمان الكاميرا الخلفيه المثبتة هنا في الجزء ده، وعندنا كمان الفوانيس الخلفية المقسومة نصين، في نص موجود على الرفرف الخلفي والنص التاني مثبت على الباب بتاع الشنطة، بيفتح مع او بيتحرك مع فتحة الشنطة. طيب الفوانيس نفسها LED زي ما اتفقنا بالكامل، منظومة الإضاءة بالكامل في العربية LED. الإشارات بتبقى متقطعة فيها تقطيعة بتدي منظر رياضي، وبتتحرك كمان جوه الفانوس دايناميك بلينكر او اللي هي الانيميتد، بتتحرك جوه الفانوس. طيب عندنا اصلا تصميم الفانوس كمان حاد ومميز، خطوطه تصميميه حاده جدا ومديه منظر رياضي للعربيه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ الاكسدام الخلفي المثبت عليه السنسورز الخلفيه، عندنا اربعه سنسورز خلفيه مثبته على الاكسدام الخلفي، تحت منه في الديفيوزر الخلفي اللي بيجي باللون الاسود المط اللي هو ده، وفي في النص ما بينهم حليه من الكروم مفتوحه من الجنبين على عواكس اضاءه، يعني في عواكس اضاءه يمين وشمال. تحت عواكس الاضاءه وعلى الديفيوزر الخلفي هنلاحظ وجود فتحات الشكمان الحقيقيه، فتحتين شكمان طبعا متوصلين بالموتور ال 2000 سي سي، هنتكلم عن الموتور دلوقتي لما ندخل جوه العربيه. عندنا فتحتين شكمان حقيقيتين وفي حواليهم حليه من الكروم. سيبكم بقى من الكلام ده كله وتعالوا ندخل على شنطه العربيه. شنطه العربيه نفسها بتفتح باكتر من طريقه، ممكن افتحها عن طريق دبل كليك، ليها زرار هنا في الريموت دبل كليك بيفتح الشنطه، ممكن افتحها عن طريق الزرار بتاعها الموجود هنا، وممكن افتحها برجلي بالشكل ده. طبعا بتفتح مع الازاز، عشان كده بقول لكم انتوا تفتكروا انه حجم باب الشنطه صغير، هو في الحقيقه مش صغير، لانه كل ده بيفتح مع فتحه الباب، فتحه الشنطه بتدي مساحه دخول مهوله جدا، يعني فتحه الشنطه او مساحه الشنطه من جوه يعني تحس ان هي عربيه سيدان مكتمله الاركان، ما فيش فيها اي مجال ان هي تبقى هاتشباك او سبورت باك او الكلام ده خالص. مساحه الشنطه تقريبا 475 لتر، وطبعا قابله للزياده بتوصل لحد 1200 وشويه لتر، بتكسر ال 1200 لتر لو فتحنا الكنبه الخلفيه كمان، فالمساحه مهوله جدا ومستغله بشكل واضح وكامل. في مساحات تخزين ذكيه هنا يمين وشمال من الشبك، وعندنا كمان اماكن للربط الحبل لو انت عايز تربط حبل او حاجه زي السلبه كده، موجود هنا اربع اماكن باللون الفضي شكلهم ظريف جدا، وكمان هنا الجزء الخاص بالاستبن، الاستبن تحت هنا موجود في الدور الثاني، بيجي طبعا الاستبن اللي هو الاحتياطي اللي هو الماكسيمم بتاعه 80 كيلو متر في الساعه، السرعه القصوى المشي عليه، ربنا يعني ما يحوجنا لحد ولا
يحوجك لانك تستخدمه في يوم من الايام. طيب مساحه التحميل او اللودنج ليب الموجوده هنا يعني الى حد ما عاليه شويه، ولكن مش مشكله طبعا، يعني لازم يكون في تضحيات لما تجيب عربيه زي دي. من الاوبشنز الظريفه ان انت عندك زرار هنا ممكن تقفل منه لان الشنطه كهرباء، وممكن تقفل كمان باستخدام الرجل بالشكل ده، هي الشنطه كمان بتقفل لوحدها اوتوماتيك. خلينا نجربها تاني كده اهو بالشكل ده، بتقفل اوتوماتيك باستخدام الرجل، يعني كده بتفتح او بتقفل باستخدام الرجل، وممكن كمان بنفس الحكايه من الريموت. تعالوا بقى ندخل ونشوف الكنبه الخلفيه والمساحات الداخليه اخبارها ايه في العربيه. من الحاجات اللطيفه اللي عجباني الصراحه في دخول العربيه هو الباب الفريملس او الازاز الفريملس هنا. احنا قلنا في الاول انه الازاز بيجي عازل للصوت وعازل للحراره، فدي حاجه لطيفه جدا. وانا الصراحه عجبني حته الاهتمام بانه الابواب الاربعه يبقوا فريملس، مش بس الابواب الاماميه زي ما جرت العاده يعني. غير كده عندنا كمان من الحاجات اللطيفه جدا في العربيه هو الماتيريال المستخدم في الفرش، سواء الكراسي الاماميه او الكنبه الخلفيه او الابواب، مستخدم ماتيريال ميكس ما بين الخشب، تطعيمات خشبيه من الابنوس الغامق، شكله مميز جدا وملمسه كمان مختلف جدا، مع سوفت ماتيريال مع بلاستيك، يعني تقفيله كويس جدا، التقفيل في المساحات بتاعه التخزين الموجوده في الابواب من البلاستيك لطيف جدا، مع تطعيمات كبيره وحجمها كبير من الجلد، مقابض من هنا او مسند الايد اللي موجود في الباب، او حتى الباب نفسه من هنا من الجزء ده بيجي كل ده جلد، وجلد ماتيريال بتاعته نظيفه جدا، وخياطته كمان مميزه جدا، خياطه شكلها رياضي. هنلاحظ كمان ظهر الكراسي الاماميه بيجي من البلاستيك من هنا، واخد لمسه جلد، بس هو بلاستيك بس واخد لمسه جلد، بيجي من نفس لون الجلد وشكله شيك ومنظم، الماتيريال بتاعته كمان محترمه. الباب فيه طبعا امبيانت لايت موجوده هنا، مع المقابض بتاعه الابواب بتيجي من الكروم، وهنلاحظ السماعات موجوده فوق وتحت طبعا من الساوند سيستم لاودي الشهير جدا، وساوند سيستم محترم جدا هنتكلم عنه لما نطلع قدام. في مساحات تخزين شبكيه موجوده هنا في ظهر الكراسي الاماميه، بيستخدمها الركاب في الخلف. وعندنا كمان الليج روم، الصراحه انا كنت متخيله هيبقى اصغر من كده، لكن خالف توقعاتي طلع الليج روم كبيره، المساحه ظريفه جدا في الكنبه الخلفيه، كنت متخيل انها تبقى اصغر من كده نظرا للتصميم الخارجي للعربيه. انا طولي 178 متر 178 سنتي سوري، ومع ذلك انا حاسس ان انا مرتاح، مش متضايق. حتى القعده كمان على الكنبه تحسها حكمك، تحس الكنبه قاعده 3 دي كده، فانت قاعد مظبوط جوه الكنبه. ارتفاع الكرسي قابل للضبط طبعا كهربائيا، سواء كرسي السائق او الراكب الامامي، وارتفاعه عن الارض مديك مساحه رجل ظريفه ورا، وكمان الركبه كمان مساحتها لطيفة جدا، انا عندي 4 صوابع او 5 صوابع كمان هنا، فالمساحة كويسة. من ضمن نقاط الضعف او الحاجات السلبية في العربية هو نفق الفتيس المرتفع جدا مع الكونسول الوسطي اللي راجع لورا جدا، بيخلي من الاستحالة انه شخص ثالث يقعد في النص هنا. طبعا عندنا المنطقة الثالثة من التكييف، التكييف بيجي ترابل زون، المنطقة الثالثة الخلفية الموجودة هنا ممكن اتحكم في درجة الحرارة وشدة الهواء من خلال بكرة مع زراير كليكبل ظريفة جدا، وعندنا فتحة 12 فولت، مفيش فتحات يو اس بي خلفية. طيب عندنا مسند ايد خلفي موجود هنا، وطبعا في مساحه تخزين جوه مسند الايد، وعندنا كمان 2 كاب هولدر بيفتحوا بطريقه كرييتيف جدا جدا جدا، شكلهم شيك قوي الصراحه، وطريقتهم في الفتح كمان ظريفه جدا، تحس ان انت راكب انسان الي مش راكب عربيه. عندنا كمان ايزي اكسس من هنا، ممكن ادخل الشنطه بالشكل ده من الكنبه الخلفيه، وكمان الكنبه الخلفيه زي ما اتفقنا ان هي بتفتح عشان تديني مساحه اكبر للشنطه، بتفتح بسهوله جدا، توصل لمساحه الشنطه ل 1200 وشويه لتر، 1235 لتر تقريبا، ودي طبعا حاجه مميزه جدا في المقصوره الخلفيه للاودي الاي 5 سبورت باك. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم طبعا في فتحات او اماكن تثبيت مقعد الاطفال نسيت اقول لكم عليها، واماكن تثبيت او اماكن حزام الامان الخلفيه. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على الموتور، نتكلم على عوامل السلامه والامان، نتكلم على الانفوتيمنت سيستم في اودي اي 5 سبورت باك 2021. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي والتجهيزات الخاصه بعوامل السلامه والامان والانفوتيمنت سيستم الموجوده في اودي اي 5 سبورت باك 2021. وخلونا نبتدي الاول بالموتور، لان انا وعدتكم بان احنا هنتكلم عن الموتور واحنا قاعدين جوه العربيه، لان هو الصراحه موتور يستحق ان الواحد يبقى قاعد له احتراما كده يعني. طيب الموتور الموجود في العربيه 2000 سي سي،
تربو متوصل بنقل حركه اوتوماتيكي من 7 سرعات ستيب ترونيك. طيب نرجع تاني للموتور. الموتور ده بتكنولوجي تي اف اس اي الالمانيه. السيستم بتاعه هو لطيف جدا وموتور موفر للبنزين وفي نفس الوقت بيطلع قدره وقوه حصانيه كبيره جدا. طبعا هو التكنولوجي تي اف اس اي الالمانيه بتنزل باكتر من موتور، لكن الموتور الموجود هنا اللي هو 4.0 اللي هو بيجي 2000 سي سي مع الدفع الامامي. في دفع كلي اللي هو الكواترو، او دي بتسميه كواترو، بيجي كمان معاها موتور 4.5 اللي هو بيجي 2500 سي سي، لكن ده مش موجود عندنا في مصر. فزي ما اتفقنا الموتور الموجود هنا في اودي A5 سبورت لاين اللي بتيجي مع سبورت باك والاس لاين هنا 2000 سي سي تربو متوصل بنقل حركه اوتوماتيكي 7 سرعات ستيب ترونيك. المنظومه دي كلها بتطلع 190 حصان، ده هورس باور، اما العزم في حوالي 320 نيوتن متر، وبيظهر بدري جدا عند 1400 لفه، وده بيديك مؤشر قد ايه العربيه دي عزمها قوي وعافيه في الانطلاقه بتاعتها وحتى في مشيها كمان. طبعا مع كل ده بيدعمه سسبنشن رياضي مخصص للاس لاين من الاودي A5 سبورت باك. طيب ده كده بالنسبه لمنظومه الحركه بشكل عام. طيب جوه بقى العربيه عندنا شاشه عدادات كوكبيت ديجيتال، دي احد اهم التغييرات اللي حصلت في موديل 2021. شاشه عدادات ديجيتال بالكامل. عندنا كمان شاشه الانفوتيمنت سيستم بقت تاتش سكرين، بدل ما كانت الاول بكنترولر هنا والشاشه مش تاتش، لا بقت تاتش سكرين واتلغى الكنترولر اللي كان موجود هنا. والشاشه كمان حجمها بقى 10.1 بوصه، يعني حجمها بقى اكبر وقربت كمان للاستخدام. بقى الانفوتيمنت سيستم كمان سهل جدا، ايكونز سهله جدا، واحد من اظرف السيستمز المستخدمه في مجموعه فولكس فاجن الحقيقه. يعني الايكونز في رسوماتها كمان شيك واليجنس، وكمان التعامل معاها كمان سهل. بتدعم طبعا اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وفي نافيجيشن سيستم انترنال جوه الانفوتيمنت سيستم بتاع العربيه، ودي حاجه لطيفه جدا. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ فتحات التكييف او نظام التكييف الموجود هنا، ترابل زون زي ما اتفقنا، هتلاقي مكتوب ترابل زون، زون للراكب الامامي وزون للسائق وزون خلفيه للكنبه الخلفيه. طبعا في بكر موجود هنا بقدر اتحكم من خلاله في درجه الحراره، وهنلاحظ كمان انه في شاشه صغيره كده موجوده في وسط البكر عشان تديني انا رحت فين وجيت منين. كمان الزراير بتاعت التكييف نفسها بتيجي تاتش، يعني وقت ما تقف عليها بتديك انت واقف هنا واقف هنا، يعني بتقدر تتحكم من خلال التاتش في الزراير، والزراير نفسها كمان كليكبل، يعني تاتش وكليكبل في نفس الوقت، فدي حاجه ظريفه جدا. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ الشورت كاتس الموجوده للسيستم بتاع العربيه. في منها درايف مود اللي بقدر اختار من خلالها درايف مود بتاع العربيه. عندنا اربعه درايف مود، الافشنسي والكمفورت والاوتو والديناميك، ده غير كمان نظام الاندفيدوال اللي انا بقدر من خلاله اتحكم في المود اللي انا عايزه للسواقه. طبعا مود السواقه اللي بيختلف معاه دواسه البنزين، وكمان بتختلف معاه الستيرنج او التوجيه بتاع العربيه، بيختلف من مود لمود. كمان عندنا زرار الاوتو هولد بعمل له دي اكتيفيت او اكتيفيت من خلال الزرار ده، وكمان عندنا الاي اس سي او التراكشن كنترول موجود ليه برده زرار هنا. عندنا كمان الكاميرا الخلفيه من خلالها برده ممكن اشوفها هنا على الشاشه. الريزوليوشن بتاعها الصراحه مش احسن حاجه للاسف، لكن بتؤدي الغرض. هنلاحظ كمان اللوك بتاع الشاشه لو انا مش عايز اشوف الشاشه قدامي او اطفيها من خلال زرار خاص بيها هنا. لو نزلنا لتحت كمان هنلاحظ فتحه يو اس بي، وهنا فتحات اليو اس بي معدوده في العربيه ودي احد السلبيات فيها. عندنا فتحه يو اس بي واحده تايب اي وواحده تايب سي، يعني هما الاثنين بس. عندنا واحده تايب اي موجوده هنا والتايب سي موجوده هنا، هتلاقوا عليها حتى رقم 2. فتحه 12 فولت وفتحه 12 فولت، فتحتين 12 فولت موجودين في العربيه. وعندنا كمان الكاب هولدر مضائين بالامبيانت لايت، عندنا امبيانت لايت موزع جوه العربيه على الابواب الاربعه، وكمان في الكونسول الامامي وهنا على الكاب هولدر. مكان للتخزين هنا موجود مع مكان للمفتاح، لكن المفتاح ممكن يتحط في الكاب هولدر برضه، ليه مكان هنا كنا اتكلمنا عليه في الاودي الاي 4 المكان ده. وعندنا كمان الفتيس حجمه صغير وحجم المقبض بتاعه لطيف جدا، وفرامل الايد الكهربائيه. تطعيمات من الابانوس الغامق، الخشب الابانوس الغامق، شكلها شيك جدا، ملمسها رائع جدا، انا بتكلم عليها كتير الحقيقه لان هي عجباني قوي 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 في العربيه. في خشب هنا مع تطعيمات من الجلد مع الخشب الموجود هنا في الطابلوه الامامي. فتحات التكييف واخده الطابلوه بالكامل، يعني فتحات التكييف الرئيسيه الموجوده اربعه، وبالاضافه هنا في النص كمان في فتحات تكييف شغاله حقيقيه مش فيك يعني. فطبعا مديه منظر ظريف جدا للكونسول الامامي مع الامبيانت لايت الموجود هنا. اكتر من لون ممكن اختار منهم، عندنا 64 لون ممكن اختار اللون اللي يعجبني. طيب
تعالوا بقى نروح على دريكسيون او عجله القياده. عجله القياده بتيجي من الجلد، فيها شورت كاتس او زراير، بتيجي طبعا مالتي فانكشن. هنا زراير خاصه بالانفوتينمنت سيستم وفتح وقفل التليفون، وهنا زراير خاصه بشاشه العدادات اللي بيظهر عليها كل المعلومات الخاصه بالعربيه. عندنا كمان تحت هنا او ورا الدريكسيون في الشيفت بادلز، حجمها مش كبير للاسف، هي صغيره شويه، بس من الاخر احنا بنتكلم في عربيه ادائها رياضي وكل حاجه، لكن هي مش مخصصه للسباقات يعني، فعشان كده يمكن الشيفت بادل مش حجمها مش كبير شويه. عندنا كروس كنترول موجود هنا، ليه دراع لوحده ومخصص، وده هياخدنا على انظمه السيفتي او انظمه السلامه الموجوده في العربيه. العربيه فيها 6 ايرباج، 2 امامي و2 جانبي و2 خلفي، وعندنا كمان كل انظمه الفرامل المتاحه، اي بي اس واي بي دي، توزيع الكتروني للفرامل والفرملان عن الانغلاق. عندنا كمان الاي اس سي او التراكشن كنترول او مانع انزلاق العربيه. عندنا كمان اللين كيب اسيست، او اللي هو ان انت يحافظ على الحاره المروريه بتاعتك. عندنا البلايند سبوت ديتكشن اللي هو بيديك انذار مع وجود اجسام غريبه في النقاط العمياء. وكمان عندك درايف اسيست اللي هو بيساعدك في ان انت لو في حاله ارهاق او حاجه بيديك فايبريشن او بيديك تحذير ان انت لازم تاخد راحه يعني. وفي طبعا انظمه فرامل مختلفه جوه العربيه، ودي حاجه لطيفه جدا. عندنا كمان الكرسي اللي انا قاعد عليه والكرسي الراكب الامامي، الاثنين بيتم ضبطهم كهربائيا، وكمان ممكن اتحكم في ارتفاع الكرسي، وممكن اتحكم كمان في دعم للقطنيه، في دعم للقطنيه سواء للراكب الامامي او للسائق، بالاضافه طبعا لكرسي السائق فيه ذاكره لوضعين مختلفين، بيتظبط معاهم كمان المرايات الجانبيه مش بس كرسي. طيب بالنسبه للمرايات كمان، مساحات الرؤيه في العربيه بشكل عام واسعه جدا ولطيفه جدا، وبيساعد في ده فتحه السقف والابواب او الازاز الفريملس كمان. الاكس او الاماكن العوارض اللي هنا الموجوده برضو مش معيقه للرؤيه، حجمها مناسب جدا وظريف. هنلاحظ كمان المرايه اللي هنا بتيجي فريملس وبتيجي اوتو دامج، المرايه الخلفيه مع فتحه السقف طبعا اللي شكلها ظريف جدا. هنلاحظ كمان الابواب زي ما قلت لكم بتيجي، حتى الابواب اللي ورا والابواب اللي هنا بتيجي فريملس زي ما احنا شايفين كده، الازاز بيجي ظريف مع الامبيانت لايت الموجود هنا. ورا الامبيانت لايت بيجي في الباب من جزئين، في جزء فوق وجزء تحت، ده ورا، لكن هنا بيجي جزء واحد، وطبعا ممكن اتحكم في الالوان بتاعه الامبيانت لايت زي ما اتفقنا. عجله القياده ممكن اتحكم في ارتفاعها او انخفاضها او اقدمها او ارجعها لورا باي شكل انا محتاجه. عندنا طبعا هنا الكونسول ده بتاع اتحكم في اللوك بتاع الاطفال، لوك الابواب والازاز، وممكن كمان التسخين وضم المرايات الجانبيه وضبطها، وفي زرار كمان صغير هنا في الباب موجود للشنطه، فتح الشنطه من ورا. الانفوتينمنت سيستم متصل بنظام سماعات اودي الشهير، في عندنا 6 سماعات موجودين هنا بيدوا صوت رائع جدا للعربيه، وطبعا زرار الستارت ستوب انجن موجود هنا، والتكييف زي ما اتفقنا. بس ده كده بشكل عام الكونسول الامامي وعوامل السلامه والامان والموتور، ويعني كل حاجه ليها علاقه بالكونسول الامامي واسلوب القياده في الاودي الاي 5 سبورت باك 2021. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا للنسخه الرياضيه او الاس لاين من اودي اي 5 سبورت باك 2021. بشكركم جدا على متابعتكم، ونتمنى ان انتم تعذرونا لو في معلومه وقعت مننا كده ولا كده، ولكن يعني لضيق الوقت قلنا نعرفكم على العربيه بشكل سريع. اكيد لو نويت تشتري العربيه مهم تنزل وتتفرج عليها بنفسك وتتعرف على الاوبشنز الموجوده فيها واللي هتحتاجها في عربيتك المستقبليه. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.